بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم المهندس حاتم البدري إن شاء رب العالمين. مبدئيا نقول اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. أسأل الله العظيم أن ينفعني بما علمني وأن يعلمني ما ينفعني. إن شاء رب العالمين هنتكلم في هذا الكورس على reinforcement details. reinforcement details حاجة للأسف بيتلخبط فيها مهندسين التنفيذ قبل مهندسين التصميم، والمفروض اللي يكون على دراية بيها مهندسين التصميم والتنفيذ وكذلك المكتب الفني طبعا. وطبعا الكود الأمريكي هو من أقوى الأكواد اللي في الـ reinforcement details أو في موضوع تفاصيل التسليح، واللي اتأثر بيها بنسبة كبيرة الكود المصري. وبما ان الكود الامريكي الاصدار الاخير اللي هو ACI 318 ام 2019 حصل فيه تغييرات كتير، فان شاء الله هيكون هو بما انه اخر كود فاحنا هنعرفه وهنقارن في الاختلافات اللي ما بينه وما بين الاصدارات اللي قبله اللي هم 2014 و2011، وكان تقريبا 2011 هو الاكثر انتشارا يعني وناس كتير ما بتستخدمه. فإن شاء الله هيكون هو المحور للكورس ده. طبعا هنرجع بقى هنلجأ برضو للكود التفاصيل اللي هو الكود الأمريكي للتفاصيل 395. طبعا هناخد بس عنه فكرة سريعة، وكذلك الكود المصري فيما يخص نفس التوبكس. طبعا في كتاب احنا استعنا بيه، وفي ويب سايت استعنا بيه برضو أخدنا منه بعض الصور. ف ايه هي محتويات الكورس؟ اول حاجه هنتكلم عن الجنرال ريكويرمنتس للكود الامريكي للتسليح، وهنتكلم على ديفلوبد لينث، وهو ديفلوبد لينث او ديفلوبمنت لينث او انكرج لينث، هو هيكون اهم حاجه في هذا الكورس. ده اهم حاجه يليها السبلايس، ودي حاجه ناس كتير بتتلخبط فيها. وبعد كده هيكون ان شاء الله reinforcement requirements for structural elements، يعني بعض المتطلبات لتسليح العناصر الانشائيه. بعد كده نخش على ACI detailing اللي هو الكود الامريكي للتفاصيل. بعد كده نخش على الكود المصري نشوف قال ايه في الامور دي. فطبعا هنبدا بالgeneral requirements. زي ما قلنا ان احنا كود 2019 الكود الامريكي هو اخر اصدار، فبالتالي احنا هنشتغل عليه ولكن هنقارن بينه وبين الاصدارات اللي قبله. ففي شويه حاجات جنرال كده بدا بيها الكود. طبعا عشان بس اوضح الامور، الكود الامريكي لاصدار 2019 الباب ال 25 هو الباب اللي بيخص تفاصيل التسليح وال دي والسبلايس والحاجات دي. الكود الباب 25 هنا في الاصدار اللي قبله اللي هو كان 2014 كان برضه الباب 25، لكن في 2011 كان الباب ال 12. بالنسبة لموضوع التفاصيل بقى التسليح اللي هي لكل element زي الكاميرا العمود، ممكن تلاقي بعضها في باب اللي هو اللي يخص العمود. يعني الكود الأمريكي الإصدار 2019 بقى منظم شوية عن الأكواد اللي قبله، فعمل الأعمدة في باب لوحده، الوان واي سلاب تو واي سلاب، وجمع كل ما يخصها في باب لوحده، وده شيء منظم جدا وأسهل بكتير جدا. هو عموما الكود الأمريكي من أسهل الأكواد، ولكن الموضوع اللي حصل في الكود الاخير ده سهل الامور جدا جدا ان انت تقرا الكود وتفهمه. فاحنا دلوقتي هنتناول في هذا الكورس موستلي الباب رقم 25 في الكود 2019، وهنقارنه برده ب 25 في 2014 و12 في 2011. فالباب ال 25 في الكود 2019 بيبدا باول حاجه بشويه جنرال ريكويرمنتس كده فعايزين نعرفها. هو الاول حاجه بيقول لك ان الشابتر ده هو اتكلم عن المينيمم سبيسنج، الستاندرد هوكس، السيزميك هوكس، اوكي، اند الكروس تايز. بعد كده ديفلوبمنت اوف رينفورسمنت سبلايسز باندلد رينفورسمنت ترانسفيرس رينفورسمنت البوست تنشن. اوكي، احنا هنتناول من A لحد F، تمام، لان البوست تنشن يعني ايه له سبيشال تيم دايما، وغالبا اللي بيصمم او بينفذ البوست تنشن بيكون تيم خاص، ولكن هو سهل جدا الناس اللي شغاله في بوست تنشن سهل جدا انها تقرا من الكود، الموضوع سهل جدا ومفسر نفسه. بالنسبه بقى لاول حاجه في الجنرال ريكويرمنتس بتاعت الكود، البند 25.2 بيتكلم عن اول حاجه. البند 25.2.1 بيقول لك
ان المسافه اللي ما بين الاسياخ، المسافه الصافيه ما بين الاسياخ، يعني ما بين اي سيخين، المسافه الفاضيه اللي ما بينهم الكلير سبيسنج بتكون الاكبر من 25 مللي او دي بي. دي بي في الكود الامريكي دايما هتلاقي دي بي دي معناها دايمتر اوف بار. انت لو عندك اسياخ بتاخد القطر السيخ الكبير او 25 مللي او واحد وتلت اللي هي 4 على 3 من دي اجريجيتس اللي هو المقاس الاعتباري الاكبر للركام. ونفس الكود المصري في نفس البند ده بالظبط، يعني البند في الكود المصري اشتراطات برضو الكلير سبيسنج ما بين الاسياخ بالظبط 25 مللي او قطر اكبر سيخ او واحد وتلت من المقاس الاعتباري الاكبر للركام. فانت دلوقتي عشان خاطر تسمح للخرسانه انها تعدي ما بين الاسياخ وما يحصلش طبعا تعشيش للخرسانه او هاني كامب، فانت بالتالي محتاج تحافظ على المسافه الصافيه ما بين الاسياخ اللي هي زي ما الكود اي بيقول. بعد كده بيقول لك، بيتكلم على لما بيكون عندك هوريزونتال لايرز اوف رينفورسمنت، وليكن مثلا بيم عندي اللاير الاولانيه وانا مثلا عندي حديد البيم الهوريزونتال على اكتر من صف، او لو كانت السلاب مثلا او فاونديشن فانا عندي مش واكسترا مش، فبيكون اللاير الاولانيه لازم يكون في ما بين اللايرز كلير سبيسنج 25 مللي 2 سنتي ونص. الشرط اللي بعد كده بيقول for longitudinal reinforcement in columns, pedestals, struts and boundary elements in walls. طبعا الاعمده البيدستيلز اللي هي غالبا البيدستيل ده اللي هو بيكون وسيط مثلا من عمود ستيل لقاعده، وله طبعا تطبيقات كتير كلمه بيدستيل. الاسترات اللي هي الضواغط. الباوندري elements in walls، لما بيكون عندي شير وول احيانا بيتم تقويه اطراف الوول دي باوندري elements كان في عمود مدفون جوه الوول، وساعات بيبقى اكبر من حجم الوول. والباوندري elements دي بتعمل على زياده الدكتيليتي في حاله الزلازل. فهو بيقول ان العناصر دي كلها الحديد الطولي اللي فيها لازم يكون الكلير سبيسنج اللي ما بين الاسياخ الاكبر من 40 مللي او مره ونص قطر اكبر سيخ او واحد وتلت المقاس الاعتباري الاكبر. تمام. البند اللي هو كان 25 2 1 ده بيتكلم على الحديد الهوريزونتال، اما هنا بيتكلم على الحديد الفيرتيكال. تمام. طيب ايه تاني بيقول الكود؟ بعد كده بيتكلم على الشوت كريت. طيب الاول عايزين نعرف ايه هي الشوت كريت. الشوت كريت هي بتبقى عباره عن الخرسانه المقذوفه. في بعض الاحيان بيكون في عناصر ان انا اعمل لها شطر بيكون صعب او ظروف التنفيذ بتكون صعبه، زي مثلا طبقه الشوت كريت اللي بتبقى مثلا على الشورنج على البايلز او كده. فبيتم ان احنا بنعمل خرسانه شوت كريت دي مش بتحتاج شطر من بره، فبالتالي بتوفر عليها الشطر وبتكون اسرع جدا في التنفيذ يعني. هي دي فكره الايه الشوت كريت. طيب نرجع تاني نفهم ايه بيتكلم ايه عن الشوت كريت. بيقول ان for parallel non-prestressed reinforcement in short crete member the clear spacing shall be in accordance with. تمام. هو هنا بيتكلم على الكلير سبيسنج في حاله التسليح بتاع الشورت كريت. بيقول هتكون لازم تحترم A و B. A بتقول clear spacing between bars shall be at least the greater of 6 dB and 65 millimeters. يعني اقل حاجه 6 اضعاف قطر السيخ او 65 مللي. دي الكلير سبيسنج المسافه الفاضيه الصافيه. If two curtains of reinforcement are provided, the clear spacing between bars in the curtain nearer the nozzle shall be at least 12 dB. The clear spacing between bars in the remaining curtain shall conform to A. هو هنا يقصد ايه؟ هو بيقول لو انت عندك اكتر من layer reinforcement، تمام؟ الكلير سبيسنج للرينفورسمنت الكيرتن اللي هي كلمه كيرتن معناها ستاره، هو يقصد التسليح الفيرتيكال اللي ناحيه النوزل. النوزل اللي هي فوهه المسدس اللي بيجذف الخرسانه، الحديد اللي ناحيه النوزل لازم الكلير سبيسنج بتاعته ما تقلش عن 12 مره قطر السيخ. طب ليه؟ عشان خاطر ناحيه الفوهه دي هي اول لاير هتقابل الخرسانه، فالمفروض انها ما توقفش الخرسانه، فكل ما كانت المسافات اوسع كل ما الخرسانه تعدي وتوصل لليرز اللي ورا، فبالتالي يحصل لها انكيسمنت، يعني يحصل الحديد احاطه بالخرسانه. تمام. كلير سبيسنج بتوين بار بتوين بارز اند ريمينينج كيرتن شال كونفورم تو اي، يعني اللي هي الكيرتنز اللي بعد اول كيرتن مواجهه للنوزل ساعات بتخضع لايه؟ يعني اول كيرتن المفروض الكلير سبيس تكون 12 مره قطر السيخ بتاع التسليح الشوت كريت،
لكن اللي وراها يكون ايه 6 مرات بس او 65 مللي، ايهما اكبر؟ طيب ايه تاني بيشترط الكود؟ بيقول it shall be permitted to use a clear spacing that doesn't meet 25 to 7a and b. يعني انت ممكن تستخدم clear spacing وتخالف a و b. يعني ازاي؟ الكود يقول لي امشي على بند ويرجع تاني يقول لي خلفه، هخالفه بشروط، تمام؟ provided should create mockup panels. يعني ايه mockup؟ دايما لما بنيجي نعمل اي حاجه ونحب نسلمها للاستشاري، طبعا الزملاء لسه طلبه او لسه متخرجين ما يعرفوش يعني ايه mockup. ما بتيجي تنفذ اي اكتيفيتي، الاستشاري احيانا بيطلب منك الاول mockup sample. mockup sample دي ان انت بتيجي على الاكتيفيتي ده وبتعمل، بتيجي في مكان كده وبتروح عامل mockup نفس بالظبط اللي انت هتنفذه على حسب الميثود اوف ستيتمنت، بتنفذه في صوره موكب عشان الاستشاري يشوفه وبناء عليه يوافق اذا كنت انت هتستخدم نفس الميثودولوجي دي او لا. فهو هنا بيقول لك ايه provide should create mockup panels are used to demonstrate proper reinforcement encasement in accordance with A and B. يعني بيقول ان انت تعمل موكب للاستشاري وتشوف اذا كان الموكب ده هيتقبل ولا لا مع احترام A و B. ال A بتقول A the should create mockup panels shall be representative of the most complex reinforcement configuration to be encountered. بيقول ان الموكب ده ال should create panels او المفروض تاخد اكتر مش معقده او اكتر مش يكون فيها صعوبه انها يعدي منها الخرسانه، وتعمل عليها الايه الموكب وتشوف هل هيتم احاطه الحديد كله بالخرسانه ولا لا. يعني لما تيجي تختار الموكب تختار اصعب حاجه في الموكب. يعني لو عندك كذا مديول وفي تسليح مختلف فبتاخد اضيق شبكه او اكتر شبكه مكثفه في الحديد وتعتبر منها الموكب. تاني حاجه licensed design professional shall specify the should create mockup panel quantity frequency of shooting per nozzle man and member type and panel thickness to verify reinforcement encasement. يعني هو بيقول ان لازم يكون في ديزاينر محترف ومعتمد هو اللي يتم اللي يقوم بتقييم الموكب من حيث الكميه وكثافه ضخ الخرسانه او قذف الخرسانه، وكذلك سمك البانل بتاعت الكونكريت والرينفورسمنت انكيسمنت اللي هو احاطه الكونكريت. يعني انت من الاخر تقدر تخالف البند اللي هو 25.27 بشرط انك انت تعمل موكب يتوفر فيه A و B في البند 25.271. بعد كده بيقول for ties hoops and spiral reinforcement in columns. ties اللي هي الكانات، hoops اللي هي بيبقى عباره عن زي ما بنقول اللي هي الشير ستاد، سوري الشير ليج، او احيانا بنقول عليها شير لينك، اللي هو بيبقى عباره عن فرع واحد للكانه سيبريت كده، هنشوف له صوره دلوقتي. دي هي الايه الهوبس اند سبايرال رينفورسمنت هو الحديد الحلزوني تو بي بليسد وذ شود كريت مينيمم كلير سبيسنج شال بي 75 ام ام. يعني بيقول لك لو انت هتستخدم عندك اعمده والاعمده ديت هتتصبب بالشوت كريت، تمام؟ الكائنات بتاعت الاعمده او سواء الكائنات الخارجيه او الكائنات الداخليه او لو كان السبايرالز الكلير سبيسنج ما بينها تكون ايه 75 ملم عشان تقدر تضمن ان خرسانة الشوت كريت ايه تعمل انكيسمنت للحديد. بعد كده it shall be permitted to use clear spacing other than 75 ملم. يعني تاني برضو مره بيقول لي البند رقم 25.12 ده انت ممكن تخالفه. طب ازاي؟ provide should create mockup panels are used to demonstrate proper encasement. يعني ممكن تعمل mockup برضو ولو عندك سبيسنج اقل من 75 مللي وتجرب، ولو الموكب ده نجح واتقبل من اللايسنسد ديزاين بروفيشنال في الحاله دي انت ممكن تتجاوز عن البند رقم 25.12. طبعا هنا البند 20.513 طبعا مبدئيا كل البنود هنا بتبدا ب 25، يعني معناها ان دي في الباب 25 اللي هو الباب اللي احنا بنتكلم عنه. البند رقم 20 ده انا جبته من الباب ال 20، فهو ما يعتبرش من الباب ده، ولكن انا جبته هنا ليه؟ لان هو بيعتمد عليه بعض البنود في الباب رقم 25. البند ده بيتكلم عن الكفر للعناصر الانشائيه، فبيقول لك ايه specified concrete cover for cast in place non-pre-stressed concrete members، العناصر المصبوغه في الموقع.
فهو بيقول لك ايه، بيقسم الكونكريت اكسبوجر في، بيقول لك كاست اجينست اند بيرمننتلي ان كونتاكت وذ جراوند، يعني انت بتصب خرسانه مواجهه للتربه وهتفضل للابد ملامسه للتربه. النوع الثاني اللي هو اكسبوزد تو ويذر، معرض للعوامل الجويه، اور ان كونتاكت وذ جراوند، او على اتصال بالتربه. النوع الثالث not exposed to weather or in contact with the ground، يعني لا هو ملامس للتربة ولا هو مواجه للعوامل الجوية. وجاء في الحالة دي قال لك all members، أي member بينطبق عليه الشروط دي، ملامس للتربة permanently، جميع أنواع ال reinforcement بأي نوع أقطار يعني، يكون الكفر 75 مللي. الكود الأمريكي بيقول كده، يعني ما ينفعش تقول لي مثلا في الأساسات لو انت مثلا بتصب خرسانه مثلا وعامل بس فرشه نظافه انت مثلا 10 سم ولا 15 20 سم، ففي الحاله دي انت معتبر ان فرشه النظافه دي يعني بالنسبه لك مجرد بس تسويه للتربه، فبالتالي الكفر المفروض يكون 75 ايه. بعد كده الحاجات اللي عناصر المعادله العوامل الجويه، اول ممبرز برضو بس رينفورسمنت حاطط لها ايه نوعين. اول نوع قال لك الاقطار 19 مللي لحد ال 57 مللي، في الحاله دي الكفر يكون 5 سم، والاقطار 16 مللي او اقل تكون 40 مللي. طب ايه ام دبليو 200 وام دي 200؟ دي اللي هي الويرمش. ايه قصه بقى الويرمش؟ تعالوا ايه نروح للسلايد اللي بعدها. الواير مش هي عبارة عن حديد بيجي عبارة عن شبك ملحوم جاهز، يعني مش حديد بيجي وانا بربطه كده اكس وواي، لا هو بيجي كده ملحوم جاهز، اسمه ويلدد فاير فابريكيشن، ويلدد واير فابريكيشن او ويلدد واير فابريكيتد. اللي هو الويلدد واير فابريكيشن ده بيبقى عبارة عن طيبات كتير، وانا ان شاء الله هحاول ان شاء الله اعمل لكم مرفق من المرفقات، ملف كويس جدا بيشرح الويلدد واير فابريكيشن وبيشرح الانواع بتاعته وازاي اقرا التايب بتاعه وافسره ازاي، وبيشرح كل ما يخصه يعني حتى ال LED والسبلايس وكل شيء. فالكود لما رجعنا في السلايد اللي ورا بيقول MW و MD، احنا عندنا نوعين من ال WWF او بيقولوا عليها بالبلدي كده واير مش، عندنا نوعين من الواير مش، نوع اللي هو البلين واير اللي هو الحديد بيبقى ناعم، ونوع الحديد المشرشر اللي هو اسمه ديفورمد واير. لما بلاقي ام دي، دي اللي هي اختصار ديفورمد، اعرف على طول ان هو ده الديفورمد واير، اما ام دبليو دي اللي هي الايه البلين واير. تمام، هو قال لي ام دي 200، لو بصينا على ام دي 200 اللي هو ايه، اللي هو القطر الاسياخ فيها بتبقى 16 مللي. تمام، ومساحه مقطع السيخ طبعا بتبقى حوالي 200 او 201 ملم مربع. تمام، نفس الوضع برضو هتلاقي نفس القطر ومساحه المقطع هي، لكن بقى اللي بيختلف ايه، ممكن تلاقي ام دي 200 الاختلاف بقى بتبقى السبيسنج اللي ما بين الاسياخ، المسافه اللي ما بين الايه الاسياخ. فهي دي تفسير ام دي او ام دبليو معناها الايه، هي الوارمش. فهو الكود بيقول لك ايه، بيقول لك لو عندك ام دي او ام دبليو 200 اللي هو قطر السيخ 16 مللي يعني بتاع الوارمش دي، في الحاله دي الكفر يكون ايه 40. تمام، او اقل يعني 16 مللي او اقل، في الحاله دي الكفر هيكون ايه 40. بعد كده النوع الثالث اللي هو الحاجات النوت اكسبوزد، طبعا مقسمها نوعين زي السلابس والجويست والوولز، وبعد كده البيم كولم بيدستيل اند تنشن تايز. فبيقول لك في الحاله دي، في حاله السلابس قسمها لك برضو نوعين حسب قطر الحديد 43 مللي لحد 57. طبعا انت هتلاقي اكتر حديد غريبه شويه، ايه 43 دي وايه 19 مللي، دي اكتر مش متوفره. طبعا الكود بيبني الحاجات دي على حسابات بغض النظر عن المتوفر في السوق يعني. فطبعا من قطر 43 مللي اسياخ لحد 57 مللي هتحط كفر 4 سم، والقطر 36 واقل الكفر ممكن يكون مينيمم 2 سم، يعني يبدا من 2 سم وانت طالع. تمام، بعد كده الاعمده والكاميرات والبيدستيلز، برايمري رينفورسمنت والستيربس تايس سبايرال اند هوبس. تمام، كل ده بيقع تحت البند اللي هو ايه، الكود 4 سم. تمام، هي دي شروط الكفر، وهتلاقيها بتتذكر كتير قوي في العناصر بتاعت التسليح، ريفير تو تيبل 25131. تمام، دي حاجات جنرال، لسه مكملين في الامور اللي هي الجنرال. طبعا احنا خلاص شرحنا هنا الواير مش، بعد كده عايزين نكمل جنرال. عندنا في حاجه اسمها ستاندرد هوكس، سيزميك هوكس، كروس تايز اند مينيمم انسايد بين دايمتر.
ايه بقى القصه دي؟ احنا عندنا في حاجه اسمها الهوك. الهوك دي معناها الهوك ده اللي هو السيخ اللي معمول له رجل، تمام؟ ده كلمه هوك. وفي منه نوعين، في منه اسمه 90 ديجري هوك اللي هو زي ما انتم شايفين كده زاويه قايمه، وفي اللي ايه 180 ديجري هوك اللي هو زي ما انتم شايفين شكله بيكون ملفوف بالمنظر ده، تمام؟ دي كلمه هوك. خلاص، في ستاندرد هوك، في حاجه اسمها سيزميك هوك، روست تاي، هنعرف الكلام ده كله ان شاء الله ايه دلوقتي بالتفصيل. طيب يعني امتى اقول ان ده ستاندرد هوك؟ ما هو انا ممكن يكون عندي هوك الرجل بتاعته دي ليها طول معين، لكن عشان اقول ده ستاندرد لازم يتوفر شروط الرجل ودايره التاني بتاع الحديد، تمام؟ فهتلاقي هنا الكود راح قايل لك في 90 ديجري البار سايز من 10 مللي ل 25 مللي، وبعد كده دخل 29 مللي 36، وبعدين 43 57 مللي، تمام؟ كل حاله منهم قال لك المينيمم انسايد بند دايمتر. ايه مينيمم انسايد بند دايمتر دي؟ لما بتيجي تتني السيخ ما ينفعش ان انت تتنيه ويكون الكيرف بتاع التاني شارب قوي، يعني والا هيحصل ان السيخ هيتعرض لكولد فورمنج ستريسز عاليه جدا، ممكن يتقطم، ممكن يتكسر او ينهار اثناء عمليه التشكيل او تفصيل الحديد. فالكود بيقول لك ان انت تخيل ان انت لو بتتني الحديد على رولينج، على رولينج ماشين، او بتتني الحديد على زي ما بيقول تنايه يعني بتاعت الحداد، التنايه دي المفروض يكون لها قطر عشان تدي لك في الاخر دايره بيندنج حسب الكود، مش اي دايره كده، او ما تتنيهاش ب ب ب ب ما تتنيهاش على ملوينه كده بالبلدي او بيبقى عليها الجريف او لها اسماء كتير، وبص تلاقي ايه الدايره دي مش محققه اشتراطات الكود كده، انت ممكن اصلا ما تبقاش مقبوله كاستريسز اصلا، كولد فورمنج ستريسز على السيخ. فالكود بيقول في الحاله دي 6 مرات دي بي، قلنا دي بي اللي هي دايمتر اوف بار، السيخ اللي انت بتتنيه ده لازم قطر الدايره بتاعت البندنج دي اللي هي اسمها انسايد بند دايمتر 6 اضعاف قطر السيخ، والحاله دي 8 اضعاف، والحاله دي 10 اضعاف. ده الانسايد بند دايمتر اللي هي الدايره دي. طيب بعد كده في حاجه اسمها ال اكستنشن. ال اكستنشن دي اللي هي من بعد الكيرف بتاع البندنج في مسافه، المسافه دي في حاله ال 90 ديجريز بيكون 12 دي بي، 12 مره قطر قطر السيخ اللي انت بتتنيه. نفس الموضوع بالظبط عامله على ال 180 مع اختلاف طبعا الايه القيم، هتلاقي هنا القيم نفسها بتاعت البندنج دايمتر ما بتختلفش سواء كانت 90 او 180، لكن الاختلاف بيكون هنا في ال اكستنشن بيكون اقل طبعا، 4 مرات قطر السيخ او 65 مللي ايهما اكبر، تمام؟ دي اشتراطات الستاندرد هوك. فانا لما اجي بعد كده اكلمك اقول لك الديفلوبمنت لينس بتاع الستاندرد هوك، تبقى انت عارف ان لازم يحقق الاشتراطات دي، ما ينفعش ال اكستنشن دي تكون اقل، ممكن تزيد لكن ما تقلش، كذلك البندنج دايمتر ده ما يقلش عشان خاطر ايه تكون انت مطابق لاشتراطات الكود. بعد كده نفس الاشتراطات اللي احنا شرحناها دي بس في حاله الكنات بقى اللي هي ستيربس تايز اند هوكس، تمام؟ احنا قلنا دلوقتي الهوك اللي هو ايه الوسيخ نفسه اللي برجل، لكن احنا هنتكلم بعد كده على الاشتراطات بتاعت بقى الكنات نفسها اللي هي الترانسفيرسال رينفورسمنت او بيتقال عليه ايه الكونفاينمنت رينفورسمنت، له شروطات مختلفة شوية. في عندي 90 ديجريز وال 180 ديجريز عرفناهم، في حاجة اسمها ال 135 ديجري اللي هي ايه بيكون شكلها بالمنظر ده، تمام؟ برضه هو هنا بيحدد لي المينيمم انسايد بين دايمتر على حسب قطر السيخ، تمام؟ في الثلاث حالات وبيحقق لي وبيحدد لي ال اكستنشن برضه ايه للثلاث حالات. خلاص، فالحاجات دي انت لازم ايه تلتزم بيها برضه. بعد كده في شوية حاجات برضو مهمة عايزين نعرفها. أول حاجة بيتكلم على المينيم انسايد بين دايمتر في الويلدد واير رينفورسمنت، أحيانا أنت بتستخدم دبليو اف اللي إحنا كنا بنشرحه من شوية اللي هو الواير مش، بتستخدمه هو نفسه بتعمل فيه بيندنج، فهو بيقول لك المينيمم انسايد بين دايمتر لا يقل عن 4 أضعاف قطر السيخ بتاع الواير مش فور ديفورمد larger than MD 35. طبعا بتروح للجدول بتشوف ال MD 35 دي قطر السيخ فيها كام، and 2 dB for all other wires، وضعف قطر السيخ لباقي الواير مش. Bend width inside diameter or of less than 8 dB shall not be less than 4 dB for nearest weld intersection. ده شرط تاني ايه من شروط الكود،
خلاص، في فيما يخص برضو الايه الواير مش. بعد كده هنتكلم على سيزميك هوكس يوزد تو انكور ستيرپس تايز هوبس اند كروس تايز شال بي ان اكوردنس وذ ايه اند بي. انا بس عايز افهم يعني ايه الاول سيزميك هوك. انا دلوقتي لما باجي الف كانه، بلف كانه، فاجي في الاخر انا عشان الكانه دي بالنسبه لي اعتبرها سيزميك هوك، تمام، اللي هي تقدر معايا بتستخدم في العناصر المقاومه للزلازل مثلا، لازم بتكون الكانه دي لها قفل. القفل ده كلمه سيزميك هوك دي عشان احكم ان دي سيزميك هوك لازم يتوفر فيها ايه الشروط الايه اللي هي ايه وبي، تمام. فاللي هو القفله بتاعت الكانه اللي هي السيزميك هوك مش التراديشنال. يعني اول حاجه مينيمم بيند اوف 90 ديجريز فور سيركولار هوبس. يعني لو انا عندي كانه ملفوفه على شكل دائري مثلا او على شكل في كيرفد، يعني مش شكل ستريت، فبيقول لك البند دايما البندنج ما يكونش اقل من 90 درجه، تمام، و135 درجه فور اول اذر هوبس. يعني لو انا عندي مثلا فور اكزامبل هوب ستريت، في الحاله دي لازم يكون عندي ايه القفل بتاعه 135 درجه، يعني زي الشكل ده كده شايفين، ده ال 135 درجه وده 90 درجه. بس طبعا بغض النظر الصوره ما لهاش علاقه باللي انا بقوله، بس انا بس بشرح ايه معنى كلمه 135 درجه و90 درجه. فلو كان كيرفد 90 درجه، ولو كان ستريت 135 درجه. طيب بعد كده بيقول هوك شال انجيج لونجيتودينال رينفورسمنت اند اكستنشن شال بروجكت انتو ذا انتيرير اوف ذا ستيرب اور هوك. يعني بيقول لك ان الهوك ده لازم يكون مربوط على سيخ لونجيتودينال، يعني زي ما انتم شايفين في الصوره كده مثلا، اكيد طبعا لازم يربطه على ايه سيخ لونجيتودينال، والفرع بتاع الكانه يدخل جوه الاستيرب او جوه القطاع الفعال بتاع الايه بتاع السكشن يعني بالبلدي. طيب بعد كده في حاجه اسمها الكروس تاي شال بي ان اكوردنس ويز ايه ثرو اي، يعني من الايه لاي. ايه الكروس تاي اللي هو زي ما احنا شايفين كده، كروس تاي دي معناها مثلا وليكن في الكود الامريكي احيانا ممكن تعمل الكانه حرف يو ولها كروس تاي مثلا من فوق، بيقول عليه كاب، بيقول عليه اند كاب، تمام، او بيكون عندك مثلا كانات في النص فبتعملها بالشكل الايه الفردي ده، ده اسمه كروس تاي. بدل ما تعمل كانه كامله صندوق، لا بتعمل او بتعمل يعني بدل ما تعمل كانه مربعه او مستطيله تستخدم الكروس تاي. بس الكروس تاي ده لا، له شروط. اول حاجه كروس تاي شال بي كونتينوس بتوين اندز، يعني لو فرضنا ده كنت كروس تاي ده اند وده اند، ما ينفع لازم يكون كونتينوس بتوين اند، يعني ما ينفعش مثلا قفلين جنب بعض والا ما يبقالوش له لازمه، اكيد طبعا مش هيشتغل، تمام، لازم طبعا قفل وبعدين كونتينيوتي وبعدين قفل. بعد كده بيقول ان هو بي وسي، بيقول لك ايه، بيقول لك ان لازم طرف يكون سيزميك. طبعا سيزميك احنا قلنا لما بيكون سيركيولر بيكون 135، مش سيركيولر 135 درجه، طبعا عندنا الكروس تاي ما بيكونش سيركيولر. فانا عندي هنا كروس تاي ده ستريت، معناها ان السيزميك اند بتاعه تكون ايه على 135 درجه. فهو البند بي وسي بيقول لك ايه، بيقول لك واحد يكون سيزميك اند والتاني يكون ايه 90 ديجريز، ما ينفعش تخلي الاثنين 90 ديجريز والا ما يشترطش عليه والا ما ينطبقش عليه شروط الكروس تاي طبقا للكود الامريكي، تمام، فيكون واحد سيزميك وواحد 90 ديجريز، تمام. بعد كده بيقول هوكس شال انجيج بريفيرال لونجيتودينال بارز، يعني لازم طبعا تكون متعلقه على ايه، على الاسياخ الطوليه. و بعد كده بيقول 90 ديجريز هوكس اوف تو سكسيسيف كروس تاي انجيجينج ذا سيم لونجيتودينال بار شال بي الترناتيف اند فور اند انليس كروس تاي ساتسفاي. يعني بيقول لك ان انت لازم تعملها تبادليه، مره تخلي السيزميك اند الناحيه دي وال90 ديجريز الناحيه الثانيه، اللي بعده تعكس، ما تخليش كل السيزميك في اتجاه وال90 ديجريز في اتجاه عشان ما تبقاش الكروس تاي ضعيفه في اتجاه وقويه في اتجاه تاني. دي احنا كده خلصنا الجنرال اللي في الباب رقم 25 في الكود الامريكي. طبعا الحاجات دي انت ممكن تقراها لوحدك برضو مره ثانيه بالراحه، انا برضو انا بشرح بسرعه، بس انت لو قريتها لوحدك برضو بتركيز ان شاء الله ممكن تفهمها اكتر. وطبعا لو انا نتيجه السرعه اخطات في حاجه او نسيت حاجه فطبعا اعذروني، انا عايز بس اخش في المهم بقى. هنبدا اول حاجه نتكلم عن الديفلوبمنت اوف رينفورسمنت اللي هو الموضوع رقم 2، وانا بقول ان ده اهم موضوع في الكورس بتاعنا ده. طبعا بسم الله هبدا اتكلم على الديفلوبمنت لينس. يعني ايه ديفلوبمنت لينس؟ اول حاجه في ناس كتير جدا بتتلخبط ما بين الديفلوبمنت لينس اللي هو الانكرج لينس والسبلايس لينس.
طب كلمة ديفلوبمنت لينس او انكرج لينس ده عبارة عن تول تماسك، بمعنى انا عندي السيخ لو مثلا محطوط جوه الخرسانة وملوش طول معين للتماسك جوه الخرسانة، السيخ ده مش هيشتغل، يبقى انت كأنك حطيت جوه الخرسانة يعني بودرة كده ملهاش اي لازمة. لكن انا عشان احط، عشان عندي السيخ ده يشتغل لازم يكون له طول تماسك. يعني مثلا لو كان في منطقة عزم انا بغطيها بحديد، لازم بعد منطقة العزم يكون في تماسك على جانبي العزم عشان السيخ يشتغل، عشان السيخ يشتغل تمام. فمثلا لو كان عندي سيخ معرض لشد زي ما انتم شايفين في الصورة كده، السيخ ده لو انا بشده لو ما كانش له طول مناسب، طول مدفون جوه الخرسانة مناسب، السيخ ده هيحصل له عملية بول اوت، هيحصل له عملية اقتلاع من الايه، من الكونكريت. طبعا ده مثال يعني، ده تبسيط لموضوع الديفلوبمنت لينس. فلو كان الطول اللي جوه الكونكريت ده او الكونكريت بلوك ده قصير، فبالتالي يحصل اقتلاع، فبالتالي لازم اوفر طول مناسب جوه الكونكريت بلوك عشان عملية الشد اللي هتحصل على السيخ ما يحصلش بول اوت. الطول المدفون ده هو ده ال LED. طبعا ده مثال من امثلة الايه، ال LED تمام. طيب تعالوا بالمثال ده نستدل على المعادله العامه لل LED. المعادله العامه لل LED، هنفترض ان انا عندي كونكريت بلوك، كونكريت بلوك ده السيخ مدفون جواه بطول LED تمام. والسيخ بيتعرض لقوه شد، طبعا انا عندي الاجهاد بيساوي الحمل على المساحه، يبقى الحمل بيساوي الاجهاد في المساحه، الحمل اللي هو التنشن فورس، والاجهاد اللي هو قوه الشد في السيخ، والمساحه اللي هي مساحه مقطع السيخ تمام. بيقابل التنشن فورس دي تماسك الحديد جوه الايه، جوه الكونكريت بلوك. طب التماسك ده عباره عن ايه؟ عباره عن النيو افريج او اللي هو الافريج بوند ستريس، الاجهاد التماسك مع الخرسانه، مضروب فيه المساحه السطحيه للحديد. يعني ايه المساحه السطحيه للحديد؟ يعني السيخ نفسه الجزء الخارجي منه المحيط اللي بتحيط بيه الكونكريت مضروب فيه البوند ستريس تمام. ايه المساحه السطحيه دي؟ اللي هي محيط الدايره بتاع السيخ، محيط الدايره بتاع السيخ مضروب في الطول ده، فبيديني المساحه السطحيه. طيب يبقى انا دلوقتي عندي تي اللي هي قوه التنشن بيواجهها هنا ايه، الميو افريج مضروب في المساحه السطحيه اللي هي المحيط بتاع الدايره، باي دي بي اللي هي باي دي بتاع البار، دايمتر بتاع البار مضروب في ال دي. لما اجيب المحيط مضروب في الطول يديني مساحه سطحيه مضروب في الميو افريج، يبقى هي دي معادله الايه، الاتزان. هبدا بعد كده اقول ان التي بتساوي الاي بي في الاف اس اللي هي الايه، الاجهاد في المساحه، بنفس الترم الثاني ده زي ما هو. بعد كده هحول مساحه السيخ لباي دي تربيع على الاربعه مضروبه في الاف اس، والترم الثاني برضو ما زال زي ما هو. لو انا فرضت ان الاف اس بتساوي الاف يلد، دايما الكود بيشترط ان انا لما اجي احسب ال دي دايما بجيب الاجهاد في السيخ اللي هو بمساوي لليلد ستريس، واليلد ستريس ده هتلاقيه مذكور في كذا مكان في الكود، ان انت دايما لما تيجي تحسب ال دي تحترم الاجهاد اللي هو الايه، اليلد. فبالتالي لو انا صفيت المعادله دي هيطلع لي ان ال دي بتساوي الاف يلد في الدي بي على 4 ميو. هي دي المعادله العامه لل دي عموما طبعا. لكن الاكواد لما بتيجي تحسب طبعا ال دي بتحسبها طبعا بمعاملات وبطريقه مختلفه شويه عن المعادله دي. فهنتكلم دلوقتي على الكود. احنا زي ما اتفقنا احنا في الكورس ده بندرس الكود الامريكي 318 ام اللي هو اصدار سنه 2019، احنا هندرسه وهنقارنه بغيره من الاكواد اللي هي نفس الكود بالاصدارات القديمه، وبرضه هنحاول ان احنا نسلط الضوء برضه على الكود المصري. طيب دلوقتي الكود قال لك بسم الله الرحمن الرحيم كده، قبل ما نتكلم في الديفلوبمنت لينس تعال نقول شويه شروط. قال لك اول حاجه الهوكس، احنا قلنا الهوك اللي هو السيخ اللي برجل مثلا او له كربه سواء كان 90 ديجريز او 180 ديجريز، اند هيدز دي يعني هنعرفك الكلام طبعا قدام شويه، ان السيخ بيكون له راس. انا مش قادر ادخل السيخ زي ما احنا شفنا هنا في الصوره دي كده، انا مش قادر ان انا ما عنديش، انا الخرسانه الكونكريت بلوك بتاعي ده حجمه صغير، فانا مش قادر ان انا ما عنديش طول كافي ادخل فيه ال LED. في الحاله دي ممكن اعمل هيدد بار، اعمل سيخ براس، الراس دي هتعوض لي المساحه السطحيه اللي انا مش قادر اعملها بطول من السيخ، لا ممكن احط راس هنا كبيره كده تعمل لي مساحه سطحيه تعوضني عن طول السيخ، دي اسمها الهيد، وهنعرف الكلام ده بالتفصيل لسه قدام شويه. بيقول لك الهوكس اند هيد اند هيدز شال نوت بي يوزد تو ديفلوب بارز ان كومبريشن. يعني انا دلوقتي الديفلوبمنت
اوف رينفورسمنت، انا عندي هنعرف زي ما احنا هنعرف قدام شويه ان عندي ديفلوبمنت في التنشن وفي الكومبريشن. فهو بيقول لك انا ما اقدرش اعمل في حاله الكومبريشن، ما اعرفش اعمل ديفلوبمنت لينس للهوكد والهيدد بارز، بعملها للستريت بارز. طيب بعد كده بيقول لي الديفلوبمنت لينث دونت ريكواير ا سترينث ريدكشن فاكتور 5. طبعا لما بنيجي نصمم في الكود الامريكي في حاجه اسمها السترينث ريدكشن فاكتور، بقلل دايما المقاومه بحاجه اسمها فاي. طبعا انتوا زي ما احنا كنا اللي شاف كورس التصميم قبل كده او اللي قرا مثلا في الكود الامريكي، طبعا عندنا طبعا تنشن كنترول 0.9، وفي عندنا حاجات تانية 0.8 0.75 وكده. فهنا بيقول لك الكود بيقول لك لا، انت هنا المفروض ان انت في حساب ال LED ما تستخدمش ريدكشن فاكتور. الشرط الثالث بيقول لك الفاليوز اوف سكوير روت اوف اف سي داش. انت عندك طبعا وهتلاقي وانت شغال عمال الكون عمال يقول لك جذر اف سي داش جذر اف سي داش في معادلات كتير جدا. فهو بيقول لك المفروض ان دي ما تعديش 8.3 ميجا باسكال، يعني قيمه الجذر اف سي داش دي لو عدت ال 8.3 انت تحطها ب 8.3. طيب بعد كده هنبدا ندخل في اول نوع من انواع الديفلوبمنت لينث. الكود بيقول لي ديفلوبمنت of deformed bars and deformed wires intention. انا دلوقتي عندي اسياخ مشرشره او اسياخ زون وقات يعني، وعايز احسب لها الديفلوبمنت لينس في حاله التنشن. طيب مبدئيا امتى نستخدم التنشن وامتى نستخدم الكومبريشن، دي هنقولها قدام شويه، وهنقول تطبيقات ال LED. مش بس ان انا اعرف ال LED انا بحسبه ازاي، لا لازم اعرف تطبيقاته، امتى استخدم ده وامتى استخدم ده. طيب فهو بيقول لي ال LED لل deformed bars and deformed wires intention shall be greater of A and B. فهو بيقول لي هتاخد ال A وال B بتاخد الكبير منهم. لو انت عايز تحسب ال LED في حالة التنشن، ال LED الأسياخ العدلة في حالة التنشن. ناخد بالنا ان دلوقتي بيتكلم على الأسياخ اللي هي المشرشرة او دون وتوقات العدلة، تمام؟ في حالة تنشن، تنشن LED. طبعا انا بحسب دلوقتي ال LED مش سبلايس، مش طول واصلة، انا بحسب انكرج لينث او ديفلوبمنت لينث. طيب بيقول لي الاي ان انت بتاخدها من البند 25 4 2 3 او نركز على او 25 4 2 4 using the applicable modification factors of 25 4 to 5. في modification factors موجوده في المعادلات دي هاخدها من البند ده. بي ان الوصله دي ما ينفعش انها تقل عن 300 مللي، فبحسب اي وبي باخد الكبيره منهم. طيب تعالى دلوقتي قول لي، انت دلوقتي قلت لي ان انا انا قلت الوصله، انا اسف معلش، انا ال LED مش الوصله، يعني انا هحسب ال LED من 25 4 2 3 او 25 4 2 4 واستخدم modification factor ال 25 4 2 5. بعد ما احسب ال LED من ايه اقارنها بال 300 مللي واخد الاكبر. طيب عايزين بقى نعرف ايه 25 4 2 3 25 4 2 4 دول. 25 4 2 3 ده الكود الامريكي قال لك development lens for deformed bars intention. خلاص انا دلوقتي عندي الحديد زي ما احنا قلنا الستريت اللي هو الزون توقات ده، انا عاوز احسب له ال LED. ففي طريقتين زي ما قلنا في المره اللي فاتت، في 25 4 2 3 و25 4 2 4. ايه بقى هي 25 4 2 3 الاول اللي هي الجدول ده؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا عندي دلوقتي spacing and cover. في شروط هنا، عن طريق الشروط دي وعن طريق قطر السيخ اللي انا بحسب له ال LED اقدر اختار المعادله. طيب تعالوا نعرف الاول ايه هي الشروط، تمام؟ عشان نعرف الاول نختار المعادله ازاي. اول حاجه هلاقي هنا في شرطين، كيس خلينا تعالوا نسميهم كيس 1 وكيس 2، تمام؟ والاذر كيسز. الكيس 1 بيقول لك ايه؟ clear spacing of bars being developed or lab spliced. المسافه الصافيه ما بين الاسياخ اللي انا بحسب لها ال LED ما تقلش عن دي بي اللي هو قطر السيخ diameter of bar، من انهي بار السيخ اللي انا هحسبه ال LED. والكلير كفر برضو هو كمان ما يقلش عن الدي بي. الحاله الثانيه بيقول لك ان الكلير سبيسنج هنا 2 دي بي والكفر دي بي، يعني مره بياخد الكفر والكلير سبيسنج الاثنين بقطر السيخ، لكن هنا بياخد السبيسنج ضعف قطر السيخ والكفر دي بي. طب انا مش فاهم، هقول لك افهمك الحركه دي. ادي كيس 1 وكيس 2، ده الجدول اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه، فيرست كيس وسكند كيس. كيس 1 اهي بيقول ان المسافه الصافيه ما بين الاسياخ في اي اتجاه، يعني اللي انا بعمل لها ال LED، هنفترض ان الاسياخ الخضراء دي هي اللي انا بحسب لها ال LED،
فالمسافه الصافيه ما بين الاسياخ الخضراء دي اكبر من او تساوي قطر السيخ اللي هو انه السيخ الاخضر برضه. والكفر منين بقى؟ من السطح الخارجي للكونكريت لاول السيخ، ما خدش الكفر لحد الكانه، لا لحد السيخ اللي انا بحسب له ال دي، نركز. برضه مينيمم يكون قطر السيخ. الحاله الثانيه هتلاقي زي الاولى دي بالظبط، ولكن المسافه الصافيه ما بين الاسياخ بدل ما كانت دي بي بقت 2 دي بي. طيب لو حصل عندك كيس 1 او كيس 2، الاثنين هيدخلوني على المعادله دي. طب اختار المعادله دي ولا المعادله دي؟ حسب قطر السيخ، من اول 19 مللي واقل باخد المعادله دي، لو كان قطر السيخ 22 مللي فيما فوق هاخد المعادله دي. طيب لو كيس 1 وكيس 2 اخترت معادله، طب المعادله الثانيه للاذر كيسز يعني ايه؟ يعني لو كان المسافه الصافيه ما بين الاسياخ اقل من الدي بي، يبقى في الحاله دي انت ما حققتش لا الشرط الاول ولا الشرط الثاني. لو كان الكفر لحد السيخ اللي انا بحسبه ال دي اقل من الدي بي، يبقى انا ما حققتش الشرط الاول ولا الشرط الثاني، فبالتالي اروح على طول على الايه؟ على الاذر كيسز. طيب عايزين نعرف المعادله اللي هو بيشتغل بيها دي، هلاقي ان المعادلات فيها الاف فيلد موجود في كله، وفي عندي ثلاث معاملات في الباست هنا اللي هو الابساي تي واي وجي، هنعرف ايه هم دلوقتي. وفي المقام طبعا الجهاز الاف سي داش، ايه هي الاف سي داش؟ طبعا الاف سي داش اللي هي مقاومه الخرسانه، العينه المقاومه العينه القياسيه اللي هي الاسطوانيه اللي هي ارتفاعها 30 سم وقطرها 15 سم. مقاومه الخرسانه السلندريكال اللي هي طبعا 83% من الكيوبيك سترينث، اللي هي زي ما قلنا ما تزيدش عن 83%، جهاز الاف سي داش مش 83% زي ما قلنا من شويه. واللمضه، يبقى انا دلوقتي الاف فيلد عرفتها، جهاز الاف في داش اف سي داش عرفتها، فاضل لي دلوقتي ان اعرف المعاملات الاربعه ابساي تي ابساي اي ابساي جي واللمضه. زي ما رجعنا هنا في الكود كان قال لك ايه؟ قال لك الموديفيكيشن فاكتور في الجدول 25425، يبقى انا دلوقتي عندي الموديفيكيشن فاكتور 25425 اللي هو الجدول الجميل ده، هروح له هنا. شايفين اول حاجه اللمضه اللي هي كانت في المقام، بيقول لك ايه بقى اللمضه دي؟ بيقول لك اذا كانت لايت ويت كونكريت او نورمال ويت كونكريت. طبعا الكونكريت احنا في العادي بنحط فيها ركام، الركام التقليدي، فبالتالي بيكون نورمال ويت كونكريت، لكن احيانا بيكون الخرسانه لظروف ما انا عايز الخرسانه خفيفه الوزن، زي مثلا الفايبر كونكريت اللي هي الخرسانه الرغويه اللي بنستخدمها احيانا في عزل الاسطح، عشان طبعا ما تعملش وزن كبير في الفلور فينيشنج، فدي مثلا بيتحط لها ركام خفيف، فبالتالي بتديني خرسانه ذو كثافه اقل من الخرسانه التقليديه. في الحاله دي الكود قال لي لازم تضرب في 75%، يعني انا عندي هنا 75% دي في المقام، يعني بكبر قيمه الوصله، لان لما تكون الخرسانه خفيفه بيكون كثافه الخرسانه اقل، فتماسكها مع الحديد اقل، فبالتالي الوصله بتكون محتاجه تكبر، فبالتالي الكود بيقول لك ايه؟ اضربها في 1 على 75%. طيب بعد كده ابساي تي، الابساي تي ايوه ده اسمه الكاستنج بوزيشن. ايه قصه الكاستنج بوزيشن دي بقى؟ تعالوا نقرا من الكود وبعدين نشرحه باختصار. هو قال لي دلوقتي الحاله هنا يا اما اخد 1.3، يعني ايه 1.3؟ 1.3 في الباست، يعني بكبر قيمه ال دي، او اخدها 1. يعني امتى الكود هيلزمني ان انا اضرب في 1.3، يعني اكبر ال دي؟ بيقول لي more than 300 millimeters of fresh concrete placed below horizontal reinforcement. بمعنى اول حاجه horizontal reinforcement، يبقى الابساي تي دي ابص لها لو كان horizontal reinforcement، لو كان كيس ثانيه لو انا بحسب بقى في حيطه او في عمود على طول باخدها بواحد، ما ادورش، لان ال 1.3 دي horizontal reinforcement. طيب اي horizontal reinforcement؟ لا horizontal reinforcement موجود وتحت منه خرسانه فريش كونكريت بسمك اكتر من 30 سم. يعني ايه؟ يعني انا السيخ ده لما باجي اصب الخرسانه بيكون السيخ ده في مكانه وانا بصب تحت منه 30 سم خرسانه او اكتر من 30 سم خرسانه، يعني من الاخر سيخ علوي. لو انا عندي سيخ علوي مثلا وبصب الكونكريت، فبيكون السيخ السفلي تحت منه مفيش الا كفر بس. طب لو سيخ علوي بيكون تحت منه كونكريت. طيب ليه الحديد العلوي؟ الكود بيقول لك كبر ال دي بتاعته، لان السيخ السفلي الخرسانه بتنزل عليه بكثافتها فبيكون في تماسك، لكن السيخ العلوي الخرسانه بيكون غالبا تحته، فبالتالي كمان مع عمليه الفايبريشن اللي انت بتعملها للكونكريت فبيكون الخرسانه دايما
اللي في الوش من فوق بتكون دايما مش متجانسه قوي، بتكون خرسانه عامله زي اللباني كده، فما بتبقاش قويه، فبيكون تماسكها مع الحديد اقل. طيب سؤال بقى يا باشمهندس، انت بتقول لي لازم 30 سم تحت السيخ، طب افرض ان انا عندي فلات سلاب سمكها 20 سم، هنا بند الكود ما اتحققش. لكن انا طبعا احنا دايما لما بيكون السيخ ابر رينفورسمنت دايما بناخدها ايه؟ الابسايتي بناخدها بواحد 13، يعني ده اللي بيحصل بصراحه يعني. رغم ان انت هتقول ده تحتها ما يكملش 30 سم، لكن في الحاله دي احنا بناخدها واحد 13 عشان نامن نفسنا عشان خاطر ده سيخ ايه؟ علوي. يبقى طب انا لو عندي سيخ بقى يا باشمهندس، انا عندي بقى ايه؟ سيخ في النص، في نص القطاع برضو، لو تحت منه خرسانه اكتر من 30 سم تضربه في 1.3، تمام؟ هو طبعا الدارج ان العلوي 1.3 سيخ سفلي واحد، احنا دايما بنحسبها كده، تمام؟ لكن المفروض لو هتمشي مع بند الكود بالظبط، تحت السيخ 30 سم 1.3، تحته ما يكملش 30 سم يبقى واحد، تمام؟ ده بند الكود. لكن طبعا انا شرحت بند الكود وشرحت اللي بيحصل ايه في السوق يعني. بعد كده البند المعامل ابساي اي، ابساي اي اللي هو الاي دي بترمز لايبوكسي، تمام؟ احنا عندنا الاسياخ الحديد اللي هو التراديشنال اللي احنا عارفينه كلنا، بيكون السيخ لونه اسود عادي او اللون اللي احنا عارفينه للحديد. لكن احيانا بيكون الحديد بيبقى كوتد عشان خاطر الصدى، فعشان خاطر التحكم في الصدى بيتم استخدام طلاء للحديد. الطلاء ده فيه منه انواع، فيه منه الايبوكسي كوتد، بتلاقي دايما السيخ لونه اخضر او ازرق كده، بيستخدم في الخليج على نطاق واسع بصراحه اكتر من مصر يعني. وفي نوع تاني اللي هو الزنك كوتد، او اللي هو بيتقال عليه جالفانايزد، يعني الحديد بيبقى مجلفن عشان الصدى، تمام؟ لكن الجلفانه دي ما بتعملش طبقه على الحديد، يعني بتلاقي لون الحديد كده مايل للون الفضي بس ما بتعملش عليه طبقه. لكن الايبوكسي كوتد بتبقى طبقه على الحديد وطبقه ناعمه جدا، فالطبقه الناعمه دي دايما بتضعف التماسك ما بين الحديد والخرسانه لان هي طبقه ناعمه. فبالتالي الكود بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو كان السيخ ايبوكسي كوتد او زنك اند ايبوكسي كوتد، مش احنا قلنا الزنك كوتد اللي هو الجلفانايزد قلنا ان هو يعتبر مش مدهون؟ ايوه، بس في حاجه اسمها ايه؟ ديوال كوتد. يعني ايه؟ يعني بيدهن الاثنين مع بعض، اللي هو الجلفانايزد وبعدين ايبوكسي كوتد، في الحاله دي اسمه ديوال كوتد. فلو هو المهم لو دخل في الموضوع ايبوكسي، يعني الايبوكسي لو حط رجله في الموضوع، في حالتين، في حاله بضرب في واحد ونص، في حاله بضرب في واحد واثنين. زي ما انتم شايفين بضرب بكبر لان المعامل ده في البسط. طيب امتى اضرب في واحد ونص وامتى اضرب في واحد واثنين؟ بيقول لك ايه؟ الكلير كفر بتاع الحديد اللي انت بتحسب له ال ال دي اقل من 3 اضعاف قطر السيخ، او الكلير سبيسنج ما بين الحديد اقل من 6 اضعاف قطر السيخ، فبالتالي بتضرب في واحد ونص. طيب لو ما تطبقش الحاله دي يعني عندك الكلير كفر كبير ما شاء الله اكبر من 3 دي بي والسبيسنج اكبر من 6 دي بي، في الحاله دي بتضرب في ايه؟ في 1 و2. يبقى الحديد المدهون ايبوكسي او ديوال كوتد ايبوكسي مع زنك كوتد الاثنين له 2 كيس، 1 ونص او 1 و2 على حسب الكفر والايه والكلير سبيسنج. طيب الحديد طلع راجل طيب، ولا هو مدهون ولا هو مجل ولا هو مدهون ايبوكسي او ما او لو مجلفن عادي، احنا اتفقنا المجلفن مفيش منه مشكله، يعني لو مجلفن او مش مدهون في الحاله دي ايه المعامل ده بحطه بايه؟ بواحد. طيب عرفنا الابساي ايه، فاضل لي الايه؟ الابساي جي. هروح على الابساي جي اللي هو ده اسمه رينفورسمنت جريد كوفيشنت. فانا بعمل ايه؟ الكود قال لي ان اكتشفوا ان مع ابحاث كتير، وطبعا المعامل ده جديد وهنعرف ده اول مره ينزل في الاصدار الاخير، ما كانش موجود في الاكواد اللي قبل كده نهائيا، وهنشوف في المقارنه اللي هنعملها ما بينه وبين الاكواد النهائيه بعد كده. عملوا ابحاث فلقوا ان the effect of reinforcement yield strength on required development length research has shown that required development length increases disproportionality disproportionality ايوه كلمه طويله ورخمه with increases in yield strength. يعني دايما لما الجريد بتاع الحديد بتعلى بيأثر بالسلب على التماسك مع الخرسانه. دي ابحاث هم عملوها. طبعا الميزه في الجامعه الامريكان عند الكود الامريكي ما شاء الله بيطور نفسه، بيتغيروا يعني كل اصدار بتلاقي تغييرات وتغييرات ملموسه، وبيعملوا ابحاث، يعني مش كل حاجه بيعتمدوا على
يعني الحاجات التجارب الناس السابقة، بس لا بيعملوا أبحاث وبيجددوا في نفسهم بصراحة. فهم ضافوا معامل جديد اللي هو الاف ساي جي ده، قال لك لحد جريد 420، يعني اف يلد 420 تاخد الفاكتور ده بواحد. لو الجريد اكتر من 420 لحد 550 اضرب في 1 و15، لو كان الجريد اكتر من 550 يعني 690 تضرب في 1 و3 من 10. فده معامل بيعتمد على الجريد بتاع الحديد. يبقى انا كده قدرت اقدر اطلع كل معاملات المعادله دي. طبعا ده كله مضروب في ايه؟ ديامتر اوف بار اللي هو قطر السيخ اللي انا بحسب له الايه؟ ال دي. يبقى الجدول ده تاني باختصار انا بعرف انا كيس واحد او كيس اتنين او اذر كيس، وبعرف قطر السيخ، بجيب منهم الايه؟ المعادله اللي هستخدمها، بستخدم الموديفيكيشن فاكتورز دي من الجدول اللي هو 25 4 2 5، وبقدر احسب الايه؟ ال دي. طيب الكود الجميل بتاعنا قال لنا ايه بقى؟ قال لنا ان انت بتستخدم المعادله دي او بتستخدم المعادله دي. المعادله دي اللي هي 25 4 2 4 اللي هي ال دي بتساوي الاف يلد في شويه معاملات مقسومه على 1 1 من 10 لمده جزء اف داش في حاجه اسمها الكونفاينمنت تيرم اللي هو سي بي زائد كي تي ار على دي بي. كل ده مضروب في الدي بي. طبعا هتبص تلاقي المعادله دي تلاقيها صغيره كده ولذيذه، هتلاقي المعادله دي كبيره شويه. عشان كده الطريقه دي بيسموها السمبليفايد ميثود في تحليل في طريقه حساب ال دي. لكن الطريقه دي هي الادق والاشمل، يعني دي تعتبر كده نقدر نقول المعادله العامه. المعادله العامه، فالمعادله العامه دي معادله كبيره وفيها كل المعاملات، ولكن الكود تحت ضوابط معينه قال لك ممكن تستخدم المعادله ايه؟ المبسطه. طيب احنا عايزين نعرف الفرق بين المعادله العامه والمعادله المبسطه. المعادلة العامة تعالوا نقارن كده، هلاقي الاف يلد موجودة عندي هنا في معامل زاد، انا كان عندي تي واي وجي، زاد عندي الايه؟ الابساي اس. تمام، فدلوقتي احنا المفروض نعرف ايه هو الابساي اس من الجدول. يبقى ده احنا هناخد من الجدول ده حاجة اسمها الابساي اس. طبعا المقام هنلاقي طبعا الرقم ده بيختلف من المعادلات، يعني هنا في الاربع معادلات كان الرقم ده ايه؟ بيختلف. تمام، طيب الجزء اللي بين قوسين ده اسمه confinement term. خلاص ال confinement term ده لما بيكون في احاطه معموله للسيخ اللي انا بحسب له ال دي بيدخل معايا في الاعتبار. وفي المعادله المبسطه هنا الكود كان بيفرضه بقيمه تقريبا كانت حوالي 1.5، وبناء عليه هو استنتج القانون المبسط ده. طيب عايزين بقى نعرف معاملات الكود. اول حاجه احنا قلنا اللي استجد عندي هنا الايه؟ الابساي اس. تعالوا نعرف هو ايه الاف سايز ده، اللي هو اس اختصار سايز. ده بيعتمد على الرينفورسمنت بار سايز. السيخ اللي انا بحسب له ال دي قطره لو 22 مللي او اكبر بحطها بواحد، لو كان 19 مللي او اصغر بضرب في بوينت 8. طب المعامل ده في البسط، لو انا ضربت بوينت 8 صغرته، لان كل ما السيخ قطره قل كل ما كان احتمال تماسكه مع الخرسانه اكبر. تمام، فالكود بيسمح لك انك تصغر الوصله، سوري ال دي مش الوصله، تصغر ال دي بنسبه 20% لو الاكتر 19 مللي واقل. فاضل لنا مين؟ الكونفاينمنت تيرم. اول حاجه الكونفاينمنت تيرم الكود بيقول لك ايه؟ شال نوت اكسيد 2.5. يعني انت لو جيت حسبت الكونفاينمنت تيرم الكبير ده وطلع اكتر من 2.5 انت تحطه ب 2.5. طيب عايزين نعرف ايه السي بي وايه الكي تي ار؟ الدي بي اللي هي الدايمتر اوف بار، خلاص عرفناها. ناخدهم بقى واحدة واحدة، تعالوا نعرف ايه هي السي بي. في حاجة مهمة جدا عشان كده انا عملت عليها احمر. الابساي تي في الابساي اي، في بند في الكود هنا بيقول لك ايه؟ ابساي تي في الابساي اي ما ينفعش يزيدوا عن 1.7. يعني مثلا لو كنت انت عندك الحديد محقق الشرط ده ايبوكسي كوتد بالشرط الاولاني فضربت في 1.5، وكان عندك الابساي اي كان بواحد، سوري كان الابساي تي سوري كان بواحد 1.3، فلو ضربت 1.3 في 1.5 هيديك تقريبا 1.9 او 1.90%، فاكبر من 1.7. في الحاله دي لا، لازم تاخد 1.7. فالكود بيقول لك ما ينفعش تاخد الابساي تي في الابساي اي اكبر من 1.7. خد بالك وانت بتحط المعاملات دي. طيب نرجع تاني للسي بي، عايزين نعرف ايه هي السي بي. السي بي، السي بي بقى على حسب ما الكود قال لك
هي اقل من حاجتين. طبعا هتلاقوني ايه عامل عليها ايه اليلو هايلايت هنا كده. في حاجه اسمها سي بي 1 وحاجه اسمها سي بي 2، طبعا ده انا اللي مسميها كده بس بغض النظر، هو الكود بيقول لك هي الاكبر من كذا وكذا، بس انا ايه عملتها في صوره التشارت ده عشان تبقى سهل. يبقى السي بي هي المينيمم اوف سي بي 1 وسي بي 2. ايه السي بي 1؟ سي بي 1 هي الكفر من سنتر السيخ اللي انا بحسب له ال دي لحد الايه السطح الخارجي للخرسانه، من سنتر السيخ مش من وش السيخ. حلو. طب السي بي 2 هي الكلير سبيسنج، يعني من سنتر السيخ لسنتر السيخ الذي يليه السيخ اللي بحسب له ال دي، بقسمها على الاثنين اللي هي ايه السي بي 2 اللي هي الاكس على الاثنين، باخد الاقل من الاثنين دول. يبقى تاني يبقى السي بي، السي بي هلاقي الكود قايل لي هنا السي بي از فاكتور ذات ريبريزنتس ذا ليست اوف ذا سايد كفر ذا كونكريت كفر تو ذا بار اور واير ان بوست كيسز ميجر تو ذا سنتر اوف بار اور واير اور 1 هاف. فطبعا في الامريكان انجلش 1 هاف دي معناها نص، ماشي؟ ذا سنتر تو سنتر سبيسنج اوف بارز اور وايرز، تمام؟ فهو بيقول ايه نص المسافه ما بين سنتر تو سنتر بارز اور وايرز، هي دي ايه السي بي. طيب عرفنا السي بي، نرجع تاني عندي بقى الكود قال لي ايه، قال لي الكي تي ار اللي هي ايه الترم ده او المعامل ده. الكي تي ار ده بقى يا سيدي قال لك ايه، قال لك 40 اي تي ار على الاس ان. طيب قال لك الان نمبر اوف بارز اور وايرز بينج ديفلوبد اور لاب سبلايزد along ذا بلين اوف سبليتنج. ايه بلين اوف سبليتنج دي؟ انا مش فاهم حاجه. طيب سيبك من البلين اوف سبليتنج، سيبك من الاس والان والكلام الفاضي ده كله، انا بس عاوز حاجه من هنا وهشرح لك كل حاجه بعد بالتفصيل دلوقتي. It shall be permitted to use KTR equal zero as a design simplification even if transverse reinforcement is present or required. اولا ال KTR دي لو انت عندك حديد transversal، حديد بيحيط بالحديد اللي انت بتحسب له ال LED، فانت المفروض هنا بتستخدم معامل اسمه كي تي ار، تمام؟ فالكود بيقول لك ايه، انا بسمح لك انك تحط معامل كي تي ار ده بصفر على سبيل التسهيل حتى لو كان في ترانسفيرسال انفورسمنت. يبقى دلوقتي انا هوصل ايه لحاجه، هوصل ان انا عندي دلوقتي بدل ما كان عندي طريقتين لحساب ال ال دي بقى عندي ثلاثه. دلوقتي انا بحسب ال دي بتاعت الايه التنشن في حاله الايه الديفورم بارز اللي هي الاسياخ الاستريت. فدلوقتي انا عرفت ان الطريقه دي واحد والمعادله دي رقم اثنين. ايوه دلوقتي بقى في طريقه ثالثه، ان انا استخدم المعادله دي مع الكي تي ار بتساوي زيرو. يبقى يا اما استخدم المعادله دي واحسب الكي تي ار من المعادله دي، او استخدم المعادله دي بزيرو. يبقى انا دلوقتي عندي ثلاث طرق لحساب ال دي، بقى دي واحد ودي اثنين والثلاثه مع الكي تي ار ايه بزيرو، يعني الكونفاينمنت تيرم هيبقى سي بي على دي بي على طول. طيب حلو قوي، خلاص يا مهندس فهمنا حته الكي تي ار بتساوي زيرو دي ايه، الكود قال لك ايه، دي هديه انا ممكن اديها لك، بس انا برضو عايز اعرف الكي تي ار ايه. حلو، تعالوا بقى نعرف الكي تي ار ايه. طبعا انا ايه حاولت ابسط العمليه على قد ما قدرت، فان شاء الله يا رب ايه، يا رب ان شاء الله تكون واضحه باذن الله. الكي تي ار از فاكتور ذات ريبريزنتس ذا كونتريبيوشن اوف كونفايننج انفورسمنت اكروس بوتنشال سبليتنج بلان، بيعبر عن الاحاطه بالحديد اللي انا بحسب له ال دي البوتنشال سبليتنج بلان. برضه عملت كرر لي بوتنشال سبليتنج بلان وانا مش فاهم منه اي حاجه. طيب بص يا سيدي، ده من كتاب الدكتور المحترم نصر عبوشي اهو، الصوره دي. اول حاجه السي بي اللي احنا حسبناها دي، كل سيخ بتتكون حواليه كتله من الخرسانه بتعتبر هي والسيخ وحده واحده. الكتله دي عباره عن دايره قطرها 2 سي بي، تمام؟ فزي ما احنا شفنا كده، لو انا عندي السيخين قريبين لبعض والكفر قليل من الجنب، فبيحصل عندي ايه شرخ بالشكل ده. طبعا ايه احنا قلنا الدايره اللي لونها جراي دي هي ال 2 سي بي. نتج الشرخ ده من ايه؟ من ما فيش كلير سبيسنج وما فيش كفر، تمام؟ فالشرخ ده اسمه سبليتنج، تمام؟ طيب في الحاله دي ان انا عندي ما فيش كفر من الجنب ولا كفر من تحت بس في كلير سبيسنج، بيحصل سبليتنج بالشكل ده. طب لو كان في كفر من جنبه واحد وفي كلير سبيسنج كويسه بس ما فيش كفر من تحت، بيحصل سبليتنج بالشكل ده. دي قصه ايه السبليتنج. فهي السبليتنج اللي بيحصل دايما بيبقى فيه مش السيخ بس، لا السيخ وحواليه كتله من الخرسانه بالمنظر ده، هي اللي بيحصل فيها ايه قصه السبليتنج. طيب انا عندي بقى ايه الاسياخ الخضراء اللي انا بحسب لها ال دي، تمام؟
هي دي الاسياخ اللي انا بحسب لها الاي دي. فالخط الاصفر ده هو البوتنشال بلان اوف سبليتنج، اللي هو الخط توقع السبليتنج اللي ممكن يحصل، اللي هو الايديال يعني اللي ممكن يحصل للاسياخ. فلما اقول لك ايه هو البوتنشال بلان اوف سبليتنج، تقول لي هو الخط الايه الاصفر ده. لو انا بحسب ال دي مثلا في قطاع لمجموعه اسياخ مثلا في كريتيكال سيكشن، القطاع ده مثلا ممكن يكون سلاب فباخد شريحه او بيم، ففي الحاله دي هو البوتنشال بلان اوف سبليتنج هو ده. يبقى نرجع تاني لمعادله الكي تي ار. قلنا عايزين نعرف حاجه اسمها الاس والان والاي تي ار. اول حاجه الان، number of bars or wires being developed or spliced along the plane of splitting. الاسياخ اللي انا عايز احسب لها ال دي تمام عددهم كام في تقاطع مع البلين اوف سبليتنج. مثلا في القطاع اللي عندهم اربعه، ماشي. بعد كده ايه الاس؟ maximum center to center spacing of transverse reinforcement within ال دي. بمعنى لو انا عندي الحديد اللي انا بحسب له ال دي، وليكن الحديد الاخضر ده محاط بكانات، فالكانات دي هي الايه؟ ترانسفيرس رينفورسمنت. تمام؟ الترانسفيرس رينفورسمنت دي هي الاحاطه. مش احنا قلنا لما باجي احسب الكونفاينمنت تيرم بحسبه عشان في احاطه حاصله حوالين الحديد، بالذات الكي تي ار ده هو الايه؟ الكونفاينمنت كوفيشن. فبالتالي بيقول لي الحديد الترانسفيرس اللي بيعمل لي الاحاطه ده السبيسنج ما بين الاسياخ كام؟ فمن الاخر يعني لو انا عندي الكانات الحمراء دي متوزعه مثلا كل 20 سم، يبقى ال 20 سم دي هي الاس السبيسنج. فالسبيسنج بتاعت الترانسفيرسال رينفورسمنت، مش السبيسنج بتاع الحديد اللي انا بحسده ال دي، لا السبيسنج بتاع الترانسفيرسال رينفورسمنت. هي اتلخبط شويه يعني، ال ان هنا بتاعت الحديد، لكن الاس بتاعت الايه؟ الكونفاينمنت رينفورسمنت. طيب بعد كده الاي تي ار، ايه بقى قصه الاي تي ار؟ ببساطه خالص، انا عندي دلوقتي فين البلين اوف سبليتنج؟ اللي هو ده صح؟ البلين اوف سبليتنج ده في ترانسفيرسال رينفورسمنت، وانا برسم البلين اوف سبليتنج تقاطع معاه. فانا مثلا بحسب الاريا بتاع الاسياخ اللي تقاطعت مع البلين اوف سبليتنج. فهنا مثلا عندي ايه؟ اربع فروع كانه في مساحه مقطع سيخ الكانه، يبقى في الحاله دي انا حسبت الايه؟ الاي تي ار. خلاص؟ هي دي قصه كده الايه؟ الكي تي ار. يبقى الاي تي ار عرفناها، والاس والان اقدر احسب الايه؟ الكي تي ار. طب يا مهندس الله يكرمك، انت ايه صعبتها عليا، طب اديني بقى ايه مثال، لان انا بصراحه تهت منك. طب قبل ما نروح للمثال، تعالوا تاني ايه نعمل كونكلوجن للي فات، عشان انتوا ايه انا اتكلمت كتير قوي وانتوا ممكن تكونوا ضعتوا مني. يبقى دلوقتي المعادله الاولى اللي هي دي، المعادله الثانيه اللي هي دي، واللي ممكن اطبقها بطريقتين، وده الموديفيكيشن فاكتور ايه بتاعها. تمام؟ الفرق بين المعادله دي والمعادله دي هو الكونفاينمنت تيرم، مع طبعا اختلاف طبعا المعامل اللي في المقام ده، 1:1 او 2:1 او 1:7 بغض النظر، او 1:4، ماشي. فالفرق هنا وهنا هلاقي ان انا عندي كونفاينمنت تيرم وهلاقي عندي الابساي ايه. بس تعالوا بقى ناخد ايه مثال على الكلام ده. طيب مثال، طبعا انا جايب الامثله من كتاب دكتور نصر عبوشي جزاه الله خيرا يعني. فهنا في مثال بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندك حيطه خرسانه، الحيطه دي طالع منها كانتليفر طوله متر ونص، الكانتليفر عرضه 40 سم وارتفاعه 45 سم، تمام؟ وفي سيخ في الكانتليفر اللي هو السيخ العلوي بتاع الكانتليفر ده، انا عايز احسب له الايه؟ ال ال دي، تمام؟ لو السيخ بتاعي ستريت زي ما احنا شايفين كده، مش هوكد، مش هوكد بار، في الحاله دي هبدا اطبق المعادلات اللي انا عمال اتكلم فيها. ما احنا قلنا المعادلات اللي فاتت دي بتاعت الاسياخ الاستريت الديفورمد، مش بتاعت الاسياخ الهوكد بار. ممكن واحد يجي يقول لي طب يا مهندس انت ليه مش لازم السيخ في الكانتليفر هوكد، او مش عامله شوكه زي ما بنقول في الكود المصري، ان انا الف السيخ سفلي وعلوي. لان انا عايز احل المثال ده على ستريت بار بنفس المعادلات اللي كنا بنشرحها. كل اللي انا شرحته المعادلات اللي فاتت دي كلها كنت بشرحها على الستريت بارز الديفورمد. حلو قوي. طيب قال لي ايه تاني؟ قال لي ان الاسياخ بتاعت الكانتليفر 3 علوي فاي 25. طيب وايه تاني؟ قال لي ان اليلد سترينث هيتحقق عند نقطه A، ماشي. وقال لي ايه تاني؟ الكونكريت از ساند لو دنسيتي كونكريت، يعني الكونكريت منخفضه الكثافه، نستخدم رمل بكثافه قليله، ماشي. ويز سترينث اوف 25 ام بي اي، يعني خرسانه 25 ميجا باسكال، ده المقاومه المميزه بتاعتها اللي هي الايه؟ الاف سي داش. ده يلد سترينث اوف فليكشر انفورسمنت، الحديد 420 ميجا باسكال، اليلد سترينث بتاعته. طيب
بيقول لك في كونستراكشن جوينت فوق وتحت قبل الكانتليفر في الوول، ماشي الكلام جميل. وبعد كده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك البيم فيها كانات 10 مللي، واجهاد الخضوع بتاع الكانات 300 ميجا باسكال، والكانات دي كل 175 مللي ثرو اوت اتس لينث. يعني عندي في الكانتليفر ده في كانات فاي 10 كل 175 مللي. حلو قوي. بعد كده بيقول لي ايه؟ ذا كفر از 40 مليمتر، عند الكفر بتاع الخرسانه 40 مللي في الكانتليفر. وبيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي في ده الثلاث اسياخ خلاص 25. بيقول لي في حديد 12 مللي ان اتش فيس اوف وول. يعني انا عندي الحيطه دي متسلحه، السيخ المنقط اللي هو جوه وبره ده، تسليح الحيطه نفسه 12 مللي، فتسليح الحيطه ده بره وحديد الكانتليفر جواه. يعني لو زومناها كده هلاقي حديد الحيطه وتسليح الكانتليفر جواه. حديد الحيطه 12 مللي كل 30 ايه؟ 30 سنتي. حلو قوي. تعالوا بقى نبدا ايه؟ نشوف هنحل ازاي. طبعا احنا عندنا ايه؟ طريقتين. انا هحل احنا عندنا ثلاث طرق، تمام؟ في طريقه اللي هي الجدول، وطريقه ثانيه اللي هي المعادله الكبيره. المعادله الكبيره ليها طريقتين، كي تي ار بزيرو وكي تي ار ايه؟ بتتحسب. انا هاخد طبعا الايه؟ بالطريقه بتاعت الجدول والطريقه بتاعت الكي تي ار لما هحسبها، عشان خاطر ايه؟ تعرفوا ايه طريقه الحل. بس انت ممكن تاخدها كي تي ار بزيرو برضو، لكن احنا هنشرح الصعب ان شاء الله وانتهى. فدلوقتي هنقول ايه؟ هنشرح بالطريقتين خلاص. لكن انا دلوقتي عشان اشرح الطريقه الاولانيه لازم يا باشمهندس تقول لنا، تحسب لنا الكيس 1 والكيس 2. انا عايز الكلير سبيسنج ما بين الاسياخ والكلير كفر. طيب تعالوا بقى نروح تاني للمثال بتاعنا. المثال بتاعنا الايه الحلو؟ انا بحسب الاسياخ اللي هي بتاعت ال LED. مين الاسياخ اللي انا هحسب لها ال LED اللي انا هفضل اتكلم عليها طول المثال؟ اللي هو السيخ ال 3 فاي 25. يبقى انا دلوقتي عايز الكلير سبيسنج ما بين الاسياخ اللي هم الفاي 25، وعايز الكفر من السطح الخارجي للخرسانه لحد طرف السيخ. حلو قوي. طيب انا عندي دلوقتي لما اجي ابص هنا على القطاع هلاقي عندي 4 سم كفر، بعدين سيخ 12 مللي اللي هو بتاع الحيطه، بعدين مباشره السيخ. هتقول لي طب استنى يا باشمهندس مش في كنه؟ لا، ما هي الكنه بقى يا حبيبي محطوطه في نفس الالاينمنت بتاعت الحديد بتاع الحيطه. ايوه، يعني حديد الحيطه وحديد والكنه الاثنين مع بعض في الالاينمنت. فانا عندي الكفر الاول الحيطه بعدها السيخ. يبقى انا دلوقتي لو عايز احسب الكفر لحد وش السيخ هخصم 40 مللي واخصم 12 مللي سيخ، تمام؟ يديني الكفر. يعني 40 زائد 12 يديني 52. طب ال 52 دي كام مره من قطر السيخ؟ هقسم 52 على الدي بي اللي هي 25 يديني 2.8 مم. يبقى انا كده عندي الاوتر سيرفس اوف بار بينج ديفلوبد اللي هو الكفر يعني لحد وش السيخ 2.8 من 100 دي بي، يعني اكتر من 2 خلينا نقول. طيب نيجي بقى نقول الكلير سبيسنج هحسبها ازاي. الكلير سبيسنج سهله خالص. هخصم ال 40 مللي وقطر السيخ ال 12 مللي من الناحيتين، واقسم السيخ ده قطر السيخ ده قطر السيخ ده وقطر السيخ ده، واقسم المسافه اللي باقيه ايه على الاثنين، تمام؟ يطلع معايا كام؟ 110.5 مللي. اقسمها على الدي بي تديني 4.2 مللي. يعني عندي السبيسنج اكتر من الاثنين، تمام؟ اكتر من الاثنين دي بي، والكفر اكتر من 2 دي بي. اذا انا كده حققت الايه؟ الكيس رقم 2. نرجع تاني للجدول او نرجع للسكتش اللي انا كنت عامله. هنا اكبر من دي بي لان دي طالعه عندي باربعه وشويه، ودي طالعه عندي ايه؟ باتنين وشويه. يعني انا حققت الايه؟ كيس 2. كيس 2 دي معناها ايه بقى؟ معناها انا هاخد كيس 2 اللي هي دي، يبقى هاخد معادله من الاثنين دول. طب انا عندي قطر السيخ 3 فاي 25، وانا عندي نمبر 22 اند لارجر، يبقى هاخد المعادله دي اللي هي فيها 1.7 في المقام. طيب يا باشمهندس كتر خيرك، كل اللي انا بعمله ده كله عشان اختار انهي معادله. كده انا ايه؟ اخترت المعادله. حلو قوي. ارجع بقى تاني للمثال بتاعك. طيب بعد ما اخترت المعادله بقى يا حبايبنا هلاقي بساي تي بساي اي بساي جي على 1.7 مش عارف كذا. طيب حلو قوي. الابساي تي والابساي اي والابساي جي، تعالوا بقى نرجع للجدول بقى عشان بصراحه ايه؟ ما انتهش. الجدول ابساي تي. طيب تعالى بقى يا باشمهندس قول لي الابساي تي المعادله اهي. الابساي تي انت عندك الحديد ده علوي
ولا سفلي علوي، يبقى 1.3 من 10، تمام؟ لان ارتفاع الكانتيليفر 45 مللي والحديد علوي 1.3 من 10، كلام جميل. الابساي اي ايبوكسي؟ لا هو مش ايبوكسي، يبقى هاخدها بواحد، ما هوش مدهون ايبوكسي اصلا، ما دخلش فيه ايبوكسي خالص. طيب الابساي جي اللي هو الجريد، الحديد بتاعي 420 ميجا باسكال اللي هو الفيلد بتاعه، يبقى اخدها بواحد، يبقى عندي 1.3 من 10 واحد واحد. طب اللمضه؟ قال لك خرسانه خفيفه، يبقى اخدها ب 75 من 100. يبقى اروح تاني للمثال بتاعي، يبقى عندي الابساي تي لانه حديد علوي 1.3 من 10 انكوتد، يبقى الابساي اي بواحد، والابساي جي بواحد لان الفيلد بتاعي ما تعدتش 420 ميجا باسكال، واللمضه ب 75 من 100. كده اقدر اعوض في المعادله، خلاص عندي كل المجاهيل، هتطلع عندي الايه 2141 مللي، يعني 2 متر وشويه، ده ال ال دي بالمعادله دي. طيب عايز اجرب احسب بالمعادله الثانيه، عايز اتعلم المعادله الثانيه زي ما اتعلمت دي. المعادله الثانيه اللي هي 25424 بتقول الشكل اللي احنا شايفينه ده. هلاقي الابساي تي، ثواني بس، نسينا بس نقول لكم على حاجه، هنا الابساي تي في الابساي اي في المثال اللي فات شيكت عليهم ان هم اقل من ايه؟ اقل من او يساوي 1.7 من 10، ما تنساش الخطوه دي. هنا الابساي تي قلنا ب 1.3 من 10 والاي والجي ب 1، فاضل الابساي اس، البار عندي 25 مللي يعني اكتر من 22 مللي، يبقى باخدها ايه؟ واحد. قلنا لو السيخ اقل من 22 مللي في الحاله دي ممكن اخليها 8 من 10. تمام، يبقى انا دلوقتي عندي الايه الاربع معاملات، والخامس اللي هو اللمضه اللي في المقام 75 ايه من 100. طيب فاضل لي ايه؟ ما فاضليش غير الكونفاينمنت تيرم. اول حاجه لازم احسب السي بي. تعالوا نحسب السي بي. تعالى يا باشمهندس نرجع نفتكر السي بي مع بعض. السي بي قلنا من سنتر السيخ لحد الايه؟ الالياف الخارجيه للايه؟ للقطاع. ونص الكيرير سبيس. طيب تعالى هنا بقى يا باشمهندس كده احسب معايا. وراح فين؟ اهو. اول حاجه هقول 40 زائد 12 زائد نص قطر سيخ اللي هو 25 على 2، طلعت 64 ونص. طيب الكلير سبيسنج انا كنت حسبت قبل كده كلير سبيسنج، زود عليها ايه؟ قطر سيخ اللي احنا كنا حسبناها قبل كده، وارجع تاني اقسمها على الاثنين عشان انا عايز الكلير عايز السبيسنج فروم سنتر تو سنتر على 2، فطلعت معايا 67. مين الاقل؟ ال 64 ونص، لان انا باخد الايه؟ المينيمم اوف، تمام؟ ايه او بي، فهاخد 64 ونص. خلاص حسبنا الايه؟ السي بي. تعال نروح على الكي تي ار. اول حاجه الكي تي ار اللي هي 40 اي تي ار على اس ان. اول حاجه الاس قلنا السبيسنج بتاعت الايه؟ ترانسفيرسال. طب ثواني بقى، ثواني يا باشمهندس، الترانسفيرسال رينفورسمنت هنا الكانه؟ لا مش الكانه، في حاجه مهمه جدا، الترانسفيرسال رينفورسمنت في منطقه ال ال دي، انا عندي ال ال دي هنا جوه الحيطه والكانه في الكانتليفر بره، يبقى الكانه دي ما تعتبرش كونفاينمنت. مين بقى بيعمل لي كونفاينمنت؟ تسليح الحيطه اللي هو الحديد ال 12 مللي. اوعى تغلط، اوعى تغلط. يبقى دلوقتي مين بيعمل لي الكونفاينمنت؟ حديد الحيطه ولا الكانه؟ حديد الحيطه، لان حديد الحيطه هو اللي في منطقه ال ال دي. كلام جميل. يبقى لما اقول السبيسنج بتاع الكونفاينمنت رينفورسمنت هقول السبيسنج اللي هي بتاعت حديد الحيطه اللي هو 30 سم. كلام جميل. الان، الان اللي هي نمبر ايه؟ نمبر اوف بارز بينج ديفلوبت، صح؟ وكاتب انا جنبها نقط معناها ايه؟ على البوتنشال بلان اوف سبليت، عشان ما اقعدش اكتبها يعني. طيب انا عندي البوتنشال بلان اوف سبليتنج بيمر بالثلاث اسياخ الفاي 25، يبقى انا عندي النمبر بثلاثه، ثلاث اسياخ. طيب فاضل لي الاي تي ار. الاي تي ار فين البوتنشال بلان اوف سبليتنج اللي هو ايه؟ الخط اللي هو هنا. طيب فين الترانسفيرسال رينفورسمنت؟ السيخ ده والسيخ ده. البوتنشال بلان اوف سبليتنج خبط في كام سيخ ترانسفيرسال؟ اثنين، واحد فاي 12 من هنا واحد فاي 12 من هنا، يبقى هقول 2 فاي 12 يعني 113 اللي هي مساحه مقطع السيخ ال 12 مللي في 2 يعني 2226. ايه دي بقى يا باشمهندس؟ دي الاي تي ار. احسب بقى الكي تي ار، 40 اي تي ار على الاس ان طلعت 10.4 من 100. احسب بقى الكونفاينمنت ترم بقى اللي هو سي بي زي الكي تي ار على الدي بي. انا حسبت السي بي كانت 64 ونص، والكي تي ار لسه حاسبها ب 10.4 من 100 على 25 مللي، انا شغال طبعا بالنيوتن والمليمتر، طلع عندي في الاخر بكام؟ 2.98. بس الكود قال لي حاسب اوعى يزيد عن 2 ونص، فاكرين ولا نسيته؟ ارجع تاني، ارجع تاني، مش خساره فيك والله، عشان ايه؟ كله يبقى مركز معايا كده. شايفين الحته دي لما قال لك ان الكونفاينمنت مش هنوت اكسيد 2.5؟ طيب تاني يا باشمهندس، تاني يا باشمهندس، لا مش دي، عدينا دي بكتير.
فهاخدها باتنين ونص. يعني انا غلبت نفسي يا باشمهندس ده كله، وعمال احسب في سي بي وفي تي ار، وفي الاخر في الاخر بعد العذاب ده كله خدتها باتنين ونص. لازم تحسب. طلعت اقل من اتنين ونص اخدها باقل من اتنين ونص، طلعت اكبر من اتنين ونص لازم تنزلها لاتنين ونص. ارجع بقى اعوض في المعادله، عندي الاف ده 420، عندي ده 1.3، 1 1 1، والدي بي ب 25 في البسط، مقسوم على 1 1 من 10، 75% اللي هي الايه اللامدا، جذر 25 اللي هي بخمسه، تمام. كام بقى الكود قال لي؟ تعالوا بقى نرجع تاني، 8.3، ما تعداش 8.3. حلو قوي. انت يا باشمهندس طلعتها كام؟ جذر 25 يعني 5، اذا ما عدتش 8.3. على فكره انت لو جيت تحسبها 8.3، يعني انت بتتكلم في خرسانه مقاومتها اكتر من 64 ميجا باسكال، يعني خرسانه عاليه جدا يعني. المهم، في الكونفاينمنت ترم اللي هو ب 2.5، طلع ما عندي ايه ال دي بمتر 3 متر حاجه و30. استنى يا باشمهندس، يعني ده طالع بمتر حاجه و30، والطالع التاني طالع ب 2 متر وشويه. بنسبه كبيره السمبليفايد ايكويشن اللي هي الجدول بتطلع اكتر، عشان كده في بعض استشاريين يروح شبطان في المعادله بتاعه الجدول، تمام، يقول لك انا عاوز دي. طبعا مفيش حاجه اسمها عاوز دي، تمام، في حاجه اسمها ان الكود بيقول لك دي او دي. طيب يعني انت لو انت بقى يا راجل يعني خلاص، يعني ما شاء الله بقى، يعني عندك وقت ومستعد تعمل افضل شيء، تحسب ال ال دي بثلاث طرق مختلفه، من الجدول ومن السي بي، وسوري والكي تي ار تكون محسوبه، وتحسبها الكي تي ار بزيرو. يعني احنا هنا مثلا لو جينا نحسب السي بي، لو جينا نحسب الكونفاينمنت تيرم وحطينا الكي تي ار بزيرو، هلاقي عندي 64.5 صح، اللي هي السي بي مقسومه على 25 صح، 64.5 على 25 طلعت بكام؟ ب 2.58، يعني برضو خدتها ب 2.5. فانا دلوقتي لو حتى حطيت الكي تي ار بزيرو في المثال ده اهو، هتطلع برضو في الاخر ال دي بنفس الرقم. يبقى انا دلوقتي لو حسبت بالثلاث طرق مين اكتر واحد الجدول، ففي الحاله دي اخد الجدول. ده طبعا لو انت عاوز تعمل احسن حاجه تحسب بالثلاث طرق، لكن انت دلوقتي راجل، طبعا احنا ما بنقعدش نحسبها مانيوال، احنا في الغالب بنعمل ملف اكسل اللي بنشتغل عليه، تمام. فبتعمل لك، اعمل لنفسك ملف اكسل بالمعادله دي خلاص واشتغل بيها. عايز والله تعمل ملف اكسل للمعادلات ثلاثه وجرب، يعني كتر الف خيرك، انت كده كفيت ووفيت يعني. بس ما حدش يقدر يرغمك على طريقه من الثلاث طرق، لان الكود قال اور ما قالش جريتر اوف، ماشي، ودي نقطه خلاف كبيره جدا ما بين ناس كتير. طيب تعالوا بقى ايه، نفترض ان انا اشتغلت على الكبيره، المعادله الكبيره 2 متر، وقول 2 متر 14 وشويه، قول 2 متر 20، قول انا هاخد السبلايز دي 2 متر 20. لاحظ عندك هنا ان طول الكانتليفر متر ونص. طب هو ده ينفع؟ ايه اللي ينفع يا باشمهندس؟ انت مش انت بتقول لي ال دي، انا الحيطه عندي ما شاء الله مستمره، يعني عادي 2، يعني 2 متر 20 كفايه. لا يا باشا، ما هو انت عندك من منطقه الماكسيمم مومنت اللي هي عند وش العمود، اللي هو نقطه اليلد عند نقطه ايه زي ما قال لك، المفروض اساسا يكون عندك ال دي هنا وال دي كمان هنا. فلما عندك ال دي اللي انت حسبتها، لو انت اشتغلت على ال دي الكبيره اللي هي ب 2 متر 20، فانت عندك ال طول الكانتليفر مش موفي معاك ال 2 متر 20. طب وايه يعني يا مهندس؟ طب ما نسيخ. لا حاسب، احنا قلنا المعادلات اللي احنا بنشتغل بيها دي بتاعت اللي هي الاسياخ اللي هي المستم اللي هي العدله الديفورمد، مش بتاعه الهوكد بار، لسه هندخل على الهوكد بار بعد شويه. طب الحل ايه يا باشمهندس؟ الحل ايه؟ قدامك حل من الاثنين، اما انك انت تغير الحسبه كلها على انك انت تعمل ال ال دي على الهوكد بار، تمام؟ ازاي؟ انك تحسب ال ال دي للهوكد بار، وتخلي السيخ اللي جوه الخرسانه هنا هوكد، والسيخ اللي بره هنا هوكد، او انك تحسب اتنين ال دي، واحده الاستريت تخليها جوه الخرسانه اللي هي ال 2 متر 20، وتحسب بتاعه الهوكد وتخليها هي اللي ايه اللي بره. اللي هتعرف بعد شويه ان الهوكد بيتقاس من اول السيخ الرجل بتاع الهوكد وانت ماشي كده. فمثلا لو حسبت الهوكد طلعت مثلا متر، فهتلاقي من اول بدايه السيخ هنا متر، فهي مثلا هتوفي معاك مثلا، تمام.
فانت دلوقتي محتاج ان انت تغير ال ال دي بره، او ممكن بره وجوه على حسب ما انت عاوز تغيرها لايه، الهوكد، وتعيد حساباتك على الهوكد. احنا لسه ما شرحناهوش طبعا. طب الحل التاني يا باشمهندس، انا راجل عايز اشتغل السيخ ستريت، انا مش عاوز اعمل هوكد بقى. اقول لك خلاص غير قطر السيخ، قلله، لان كل ما قللت قطر السيخ بيقل معاك ايه ال ال دي. ليه يا مهندس؟ ما هو انت عندك المعادله هنا مضروبه في قطر السيخ، فلازم طبعا قطر السيخ يقلل لك قل قطر السيخ قلل معايا ال ال دي. طيب لو جينا هنا بدل ما انا عندي 3 25 قلنا 6 18 وعوضناها هندسي، ضربنا 3 في 490 اللي هو مساحه مقطع السيخ 25 على مساحه مقطع السيخ 18 طلعت 5.8 من 10، يعني ايه، قول 6 سيخ، يبقى انا هستخدم 6 18. جربها انت كده مع نفسك وشوف هتوفي ولا لا، وهي هتوفي ان شاء الله. تمام، ف ده الحل التاني، ان انت لو هتشتغل بالستريت بار تقلل القطر وتجرب تاني. تمام، حلو قوي. طيب كده احنا شرحنا ال ال دي بتاعه الستريت بار الديفورم. تعالوا بقى نقارن ما بين الاكواد، مش احنا قلنا احنا هنشرح على الكود 19 ونقارن مع الاكواد اللي هم اللي قبله. فهقارن 11 و14 و19. 19 ده اللي هو الازرق، ده اللي انا مديله لون ازرق، ده حبيبنا اللي احنا شغالين بيه الكورس. تعالوا نشوف ايه 11 و14 و19. لو بصيت هتلاقي الموضوع ماشي بالظبط سيستماتيك، وبيجي في اول ما يخش على 2019 راح الراجل مزود الابساي جي اللي انا معلم عليه بالاحمر دي. تمام، يعني الدنيا كانت ماشيه زي ما هي بالظبط، ولكن جه في 2019 حط الايه الابساي جي. لو انا كده بفرق ما بين الايه الثلاث اكواد، حط الابساي جي في الجدول وحط الابساي جي في المعادله زي ما احنا كنا شغالين، ما احنا كنا عمالين نطبق ابساي جي في الحد دي. يبقى لو قارنا ما بين الكود ده واللي قبله هنلاقي الفرق ما بينهم الايه الابساي جي. طبعا بكده انا خلصت اول نوع من الديفلوبمنت لينس، وللعلم هو ده الاكثر انتشارا واكثر ديفلوبمنت لينس انت هتستخدمه كتير جدا، لان هو ايه اكتر انتشارا. طب هستخدمه في ايه يا باشمهندس؟ استخدمه في الكاميرات، استخدمه في البلاطات، هستخدمه في الاساسات. الله، ايوه. طب والباقي؟ ما هو الباقي له استخدامات بس استخداماته محدوده، يعني ما بتقابلهاش كتير. فانا اللي انا شرحته ده هو اهم واحد في كل الكورس بالكامل، يعني المحاضره بتاعت النهارده دي اهم واحده، اذا فهمتها يبقى انت لميت جزء كبير جدا من الموضوع بتاع الكورس. طبعا ان شاء الله رب العالمين نتمنى تكون المحاضره باذن الله مفهومه، وان شاء الله نلتقي المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.